اهلا 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 يا شدي يا حبيبي. الله يا حبيبي علي الله يمهري يسول قيمان ساك ستيتي ويقول لك حماري استنى ساوري ابو واحد يسول ما يسول ما في ابو حق ويدي افر مرتها لوك يا امس فوتيت وسلانت الدمتا قرر انت على وري الشمو يعني طيب الشريف وحنا نقول افر مرتها لوك يا واشن ما انت نوح يريد سدح مرتها لوك يا واشن وما كورا كوات كيس لانت قول وانا علم بلا قول ومدون كوات كيس تمعرط مسكح دوك فاقين اسم تاريستي دي سلامان مدون بلقو ديني قاس كانوا مع حكو شيقي ويا وحاس ماشي سكول ما هو قليل بارلام اقول ما حق عم بالله سكول قاضية فتو حكو يديو اوغي هو ياتا يمسي اوغي اباتا يارتا ما يصد قاباني وري على طلع على سكول قاضي ورتك وري تبسنا دي ويتري سامة اوغي هو ياتا يمسي اوغي اباتا وري باستر يحتي أقولك كم تبي أوي كده كده مين تقيه؟ إن أجيب عن أسئلة الآتية واحد كتب عن سؤالان سوسع له متى ولد الشاعر ومتى توفي ومن هو مؤلف هذه القصيدة التي منها؟ السلام عليكم يا معلمي. السلام عليكم يا أستاذ. ما فصل هو يدار هذا وريه؟ سدد الرمة تعطوريه هل كنت صعب زمتك؟ ما شو حلقة لاين؟ ليه حجيب بركة يسكول حلقة لاوريه؟ حقيقي نكون مقنع يا معلم أنا محترم أوي يا معلم شالي تولم نوديس عشر كي مرتضة وإن لا إلالية لو دلقاتا انت لو كينا للتشوغة هذا رح محايسكا قالي مرتضة يا عشر كمحايسكا قال هذا عشر كوان يديك شاليها إذن يا معلم ألقى وحنك قادرنا ساكا نوبي يسكي هردة صلاة الصبح وهرو يسكول كوكسوك إليها أيا رياضة مرتضة وتمت انت بيو عمان لقو دو مرتضين هريو تبويدي انا وحنك حشوه دينا نسوه توسو وانك سوه كوع مرتضة حشوه دوغي الله الله الصبر يا رب فريسو ري فريسو يا اي كال كال ري وحن مضحكو صار وامح باشن بابل احجاب معلنا امي مريو عشرة المسكح دو قايد ويدو انا لنكو روني يا بلا احجاب عبتويقي والله فسل كينا نقول دب باتاي ويقول خول باتاي نال ليها مين دي كربانس كا بقانية ما انت حيسة عشر ديق مين سؤالين سويديني نح سؤال شو حنكب العوينا وري عبودي كقدب كاسوما قاعي كقدب وانا ما ادي هالقولة ما اوغا هالقولة ايه دقيس واحد شيء قيسا عبرادة انو كفايدنا على قصص الانبياء والصالحين عبرادة انو كفايدنا تشيغي سعبودي ما عاكولي ميت كمات شوابيو اذا فاسل كو تشوغان الوو لحما عملا يا انو المتربع سينا يا اوو قينا دا فريسة كين نقاصة يا الله يرحمه الله يرحمه عبوديو دي كربات قردي والله بالله تالله وريا تشاقاية كتشواب شاش بعل انت هاين شاش هذا كتشواب مع الشهر بان هيا رسما عن سوك هلو كبتا كمانورا معلومة هذا محاضر كشغيسة عاد هانتا روبا نروتشوك تاول معلم إنا الله وإنا إليه راجعو هذا المقاد بات صوتفت كلونك هابات أكونا المحاضر كشغيسة وحس نحلق يسوى محاضر المقاد مالنا صوتفين عدو معدنا ماشي ما إشكول بام سوى كري إخرس يا خرابي وريا يا إدريس يا ولدي يا ابن الحلال كتشوى قصص كي يحب رضا ينوغو سقنا ذي ينوغو سقنا ذي على الصالحين والأنبياء شغل الله يا معلم على قصص الأنبياء والصالحين فيها عبرة وحكمة ربانية براءة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحي نقول شرط حكمة فربضنا وعجيبة ورباني الله على قصة نبينا يوسف وعلى سيدنا إبراهيم وعلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحقوا يا ابن يا معلم قصة أصحاب الكهف يا سلام عليهم هردي لك السيان 300 سنة صدح بقول الصنود بهردي قال شلس مجيرو يسكول المجي لا إله إلا الله إله يا كرر على النقض تاس قصة ثانية يبحب ربنا ما ما أسحب مس هردي تاك أسحب تاس كل كهف تقول حتى رتني أسحب الكهف لا إله إلا الله يا نهار أسود نعم حبيبي فصل كنا نعم والله
والله العظيم والله العظيم وحنا دي لقمي يا كهر على الأبوة والرفق والحنان إمك سؤال بني ويديني يا سيدي حزين به سؤال شاء الله هداد قرن ويدان فصل كنوان الكسار يا دول كنوان دي لدعي وري عبد عبودي وحد شاكتاح كارر كوني عندها يا بصرك وقوية ما عطين واحد يعني ما كارر ده كل كارر هو عندهم تكلل بعد الحاسوب بكل كارر مسري بدأ حتى هذه مكلل شباب تودك دبي مرجسي إلا كانت تجي وسوي كانوا صباعي وهجر وين صان غنية ويا شقاي ما عطين وا بعد شهر شهر شو توا سؤال بدلش في ديا هرت معن كارر ما لعنا شو الله شقا شن دال مرت معن وقول قلي ده سد حلاك دور معن المقري الله يا كالي ما ندري سرور بس اسواسي مسدا كويتي باستريو واه يفا هاي يفا وري عاديك يا يديريس واحد كتشوابتها وتشاكتها سواشان لابدا انه رسو ويتي كالركم عندها هين قوية يا بصر كمحاو عطينا صح معلم سواش سؤال في عن على حسب نظريتي ومعرفتي وبحوثي في العلم باريتان قسميه اكو صليسين منهجك انا لا اتكلم نيابه عن التلاميذ الاخرى كما هل يعطيني كل فكر كودا كيغو ما كهدلي فان الجسر يقوي النظر تروح اعطيني واحد معلم بكيلوه معنا كاركا مسمعنا يا معلم صح يا ولدي كمل كمل اذا هلكا وحنا كقادن ان الجسر يقوي النظر وهذا دلاله واضحه على ان الارنب الله ما قران بتخريسا يا ما هذا كات بروفيسور سيكي دي كيسا هذا السؤال ده مايستر ما كان جواب هذه دي السؤال اللي هو تفسيرنا يا وين سو دليلني سيارتي دي اللي فايديسيتو ما لكن جواب جات مايستر هذا بيجي دخل لي 8 شهر واي هاي كمل يا ابني كمل يا ابن الحلال كمل واي هاي اد ما نروح معلم سيكي سو دخل لي سؤال اني وضع تفسيري تحليلي ان معلم تمام كان كنا قلنا فهذا دليل واضح ويدل على ان الارنب يحب الجسر تاسو اعطيني صوت صالوا ولم يدرك معلم بكيل مرايد حرمي ندري كشكي صح يا معلم ولا لا حتى معلك بكاء مصي كشكي اللي فيها تحليل سياسي وانقرتي على طريقة نظريتي وبالنسائيتي وفرحنا على علمنا صدق الله العظيم لا وريا ميرك سي معلنك روح انا كل ما فصل كي واحد ثاني بس الك لابتوب انت كغلفت ميرك كما قنبي ابو جهل والله اني دس هاي انت جاي ابو جيسي هاي حكيتي سلدقه ما تدنس ابو يد ابو كينا خلو ما سغاو صوبي وبي كو دم وبي كو قريه اسكو ديدل ويا وحو غلفت ميركين وا اسكو ديدل فقرات با لو قاديا وانا حكدينين كبعد ما المال ما كميده ايا وحا سي كدي سلس سو ياري بروفيسور ردا يا معلمين تمغالده وحك دغا ايادو لا سو ودا ساري هل ديارت السلام عليكم. عليكم السلام. بروفيسور يا مقعد ما حد تدك تعه. واحد يقول كمستري جين. بحاجة مسرات تنبالي رأي. بشو نكسن. أنا ما حد يقول إن actually إن واحد يقول في سكسكة ما قاعد يقول على مستر جرافيتي. مستر جرافيتي بشو نكسن. هفنا سبلايت. تيارة تطبق بقولي الله با. كأيتان كذي عاد بودو يهاي. حتى بوه حنكور قلنا يا ركاب كتيارة صارني معلمين تيا بروفيسور رضا. تيارة عاد سارنتيهين ما هاد تيارة عادية. وحن دونين وكذي سيدين كدقنا. diyaaradan waxa sameeyay ardaydiina ma ardayda aad wax barteen haa socon professor dhe macallimiinta la yaacay ee ka tagay diyaarada professor adoo kaliya siiro hudu oo degan iskaga fadhiya professorada kala dhan markii maqleen ardaydii diyaarada sameeyay way yaaceen waxa laga yaabaa si hagaagsan baan waxba ugu dhigino ardaydii oo ay ku karsoonayn laakiin adigu professor waxa laga yaabaa intaad cilmi lahayd iyo intaad wax bartay ardaydii inaad siisay oo aad kalsooni ugu fadhida diyaarada soo maha professor Well, and actually, kuma kalsooni cilmiga aniga baray hadda. Balse waxaan ogahay ardaydu diyaarada ay sameeyeen wallahi hu billahi inaan ka cayn baan ogahay sawirkiga hubaan huba. Haday kacdo shaarbaha iga xiira. Hello. Soomaalidu waxa jirtay kuma naan sanado. Haddana tayaha wax barasho ee ka jira inuu kor u sii kacmo iyo marba hoos ma dhaco. Burburka ardayda waxa ka uu ka macallimiinta. ardaygu maalintu ay soo galo
ilaa maalintu form 4 ka baxayo macallimiintu markuu imtixaan u fadhiisanayo ardaygaasi dugsiga macallimiintu way ilaaliyaan waxay ku raadaan qishku waa xaaraan xadiis bay u daliishadaan ilaala iyo muraaqibiin bay dabadhigaan balse laba jeer marka laga reebo ardaygu markuu imtixaanka eelka u fadhiisanayo iyo marka uu form 4 ka u fadhiisanayo iskuulaadka dowliga way ku yar tahay waxay si aad ugu badan tahay iskuulaadka bareefadka awana dhammaantood maxay sameeyaan maamulka iyo macallimiinta buu waxay isku yeedhaan iskuul kastaba ardaydiisa form 4-ka iyo 8-ka way soo fadhiisiyaan waxay ku dhahdaan si fiican u kala qisha si yaro aan warqadana laydi ka calaamadinaynin imtixaankiina galaafinaynin whatsapp group bay maamulayaasha iyo macallimiinta sameeyaan oo macallimiinta whatsapp group-ka diyaar ku yihiin oo su-aasha yare lasoo dhigaba isla markaaba macallinka uga jawaabayo xataa waxay sameeyaan kormeer oo iskuul kasta ardayda ka gelisa ayuu macallin loo dirayaa si xataa haddii lacag u baahdaan macallimiinta ilaalinaya supervisorka ugala hadluu kuhi ardayda meesha gelisa ka jilay maxaa faa'iide ugu jirta macallimiinta waxaa faa'iide ugu jirta ardaydan inay guulaysanayaan sidan uma samaynayaan ardaygii way burburiyeen waxay bareen qish waxba umay tarin halo balse iyaga waxaa faa'iide ugu jirta iskuulada gaarka loo leeyahay ardaydani waa u sida fardaha oo kale macallin iyo maamul kasto dugsiyada gaarka loo leeyahay wuxuu doonayaa ardayda marka qishka loo sii daayo inuu hadhow isagu ku faano tabtanka intaasaa noo gashay intaasoo arday baa noogu jirtay waayo ma ardaygii faaiide u tahay intaa tabtanka ku gashay may dugsigay magac u tahay iyo maamulka arday fara badan baa la keenayaa sababtooda lacag bay ka faa'iidayaan laakiin ardayga waxa ugu jirtaa ma jirto si kasta kaalinta koobaad hadduu u galo 100 shahaado haddii uu qaato waa tii guriga kaga tago waayo camal uu ku qabtaa ma jirto wax walbana waxay noqdeen wax wajile isu geeya xataa haddaad u fiirsato maamulayaasha iskuulaadka gaarka loo leeyahay waxay sameeyaan wax markay arkaan saddex arday ama arday dadaalaya oo iskuulaadka dowladda dhigta way soo kaxaystaan ardayga iskuulkii bilaash uga dhigaan nusaaciisay bixiyaan wuxuu u baahan buugtay u iibiyaan miyay kula tahay markaa maamulka ardayga iskuulka dowladda kasoo kaxaystay inuu ardaygan waxbarasho la doonayo guul la doonayo maya wuu ku dagaal tegayaa waa sida ninka faras fiican oo dheeranayo kala soo qabsaday weeyaan ardayga wuu xanaanaynayaa wax walba uu siinayaa si uu tabtanka iskuulka ugu galo uu iskuulka meel u gaarsiiyo ardaydan arkas ha wada farto yo kuwa la doonayay inay tabtanka un loo galo intaasaa noo gashay dana lacag lagu helo iyagoo manhajkoodii burbursan yahay macallinka aanu eegin ardaygay waxa uu barayo laba waxaa kale ku xiga macallinku wuxuu sameeyaa weliba macallimiinta badankooda maaha macallimiinta qaar waxay sameeyaan cilmigii inay ardaygii xaasidaan oo cilmigii intay ay garanayeen ay beri waayaan ardaygii oo intaasoo dhacdaan usoo taagnaa xataa ardayda jaamacadaha haddii aad wareysato waxyaabaha ay u baahan yihiin necessary-ga ah applicationiskii waxaa macallimiinta qaar ma siiyaan wala kala qarsadaa ardayga diqi kusoo helaa ardaydana kala gaadhsiiya waa dhacda xaqiiqa ah ardaydan waxaa baabiiyey wasaaraddii oo aan ka fiirsanaynin manhajkan ardayda loo dhigayo intaasoo wasaaradood baynu leenahay waxbarasho ardaydeenu intaasoo sanadood bay waxbaranaysay haddana ninkayna xoraya jabiska ee guryaha decorationka inoo qurxinaya waa nin yamaniya ninka guryaha inoo rinjeynaya waa nin suuriya ninka fooqaqa quruxda badan ee magaalada ugu wanaagsan dhisan waa nin bangaladesh waayo waxaa keenay liidashadan ardaygii marka 10 maado af ingiriisi afka laga geliya af ingiriishiga uu noqday cilmi war kuwii af ingiriishiga ku dhashay baa fadhiya wadooyinka homeless ah oo waraaqasito guryo ku doonaya af ingiriisigu cilmi maaha ardaygii waa in la baraa wax uu wax ku soo saaran karo waa in iskuul farsamo gacmeeda loo sameeyaa tababar loo sameeyaa cilmi anfacya loo dhiga dhalinta intooda ugu faraha badan la weyn niyajabsan tahay waddankana 170 waa dhalinyaro ubaxay noo soo kacaya ee waxbaranaya ma melin kartid intay tiradoodu leeg tahay haddana dhalinyarta waxaa niyajabka ugu faraha badan lagu keena tahriibka ku rida inay xashad banaanada ku cabaan khamri ku cabaan wax kasta oo lagu keenaya dhalinyarta waxaa kow ka ah oo u horseeday waxaa lagula kacayo waxbarashoodii lasoo burburiyey afkaartoodii la xadayo weli mid baan kuu sheegayaa waxaa jira hay-ada waddanka yimaada hay-adahaasi waddanka markay yimaadaan sanadkiiba mar oo kale waxaa la odhanaya dhalinyarta waddanka joogta oo dhan hasoo ururisay afkaartooda wiilka dhalinyartaha fikradda uu maskaxda ku hayay in badan uu daneynayay in loo maalgeliyo amaba uu isagu intuu u shaqaystay maalgeliyo ayaa is odhanaya imikii kugu dhow dahay oo riyadaadii la rumaynayaa waxaa la ururinayaa waddankii laga ururinaya 35,000 oo qof oo dhalinyaro ayaa laga soo qaadanayaa fikraddoodii midba infalobu ka soo ridaya uu soo gudbinayaa hay-adahan badanaa waxay wataan nin soomaaliya ninkaas soomaaliga ah waxa uu imanaya shirkadaha magaalada waaweyn mid ka mid ah fikraddii baa laga iibsanayaa ninkii soomaaliga hay-adda la socday fikraddii bay shirkadaha waaweyn baadhanayaan 10 ama 20 fikradood ugu fiican bay kala baxayaan iyagaa ku shaqaysanaya intii kale soo hadhay baa 10 yaro maalin laga soo dhex qaadaya fikradaha
تدنا أنت أساسا تستحقون طلور قف كل سنة حتى كردي ديكوريشن كيوقف في الليل ماشي ودقي أمي في كردي سوكو سامي سنة في كردي دليلة تكوسو تعلين ريجدة وذا أحيد أنت أساسا سنة نيين شركة مين بس كشقة سنة صار في كردي دي ولا بعدك والصباح يبدأ يسوق توريان والصباح وحصل لك يعني منك سياسي جاء أما حكم كهيا كم فكرة يا مرنبة أنت تونها هذا مرنبة كم فكرة يا دليلة هذا نمو قدر ليار تويني سوا سارتي مر كهاي دورشة دقلي عندك سياسيين تي كوا حفيسي دو كريا وارد ليار كوا بابور تو ودا وارد ليار كوا عالم كين تسوق سوورا نشيت كودرين شو مريان بنانا دو مريا وارد ليار كوا بابور تكاد عادن يحط آخر كتري قار كودو بنتهم وارد ليار وي ما تا حفيس كا ويش تساو سلامة وحنا ندين قمانيا وحنا ندين قمانيا ودار تا حد تورنا وسك تكا كوكل مهدين وي ما دا إن تاسو صنا دو ليار تقول ميكو وانتو بيسا اتحان كست يتدال كستوي سمايان يتحان كستو ليار تو عفريستان كوا حكو هلي ما وري تحان كذا ليرت للي ولا يرني أفر لاتن كسا عدو حتى يتعاني حتى يباسان واسكو قومي إمشي شهادين بروك إسكي يلا وهي حتى أنا كف كذا ليرت هيسن ميال ولا تقو إيه ميال وكهر رئيسة نم بحيف أي دولة لا وتد كسياسيين تاع ودن كان يدوق تريسة تبي دنيا قبسن طعنا واحد ده لسان اللي ديهم وحبان وقبلني وحنان وقبلني هدي بيدوق تريسة أنا وعيا هدي تبي دنيا قبسن إياه والعكت قات هذا طنطان واحد طنطان قات ابن آدم بطبع أول هلا لكن هل قف أكليات الحمية دقن كيسية وحي السوبري أو آية بلا وحي حمين يبل شدنا يوم مضن وتدكين سياسيين تي شلي تولى أبياشين بعدين تي قولي هنا تقاتين ون حشكة أبياشين قربي هنا تقاتين بري ثوران يديك قوة دشان بعدين قاضي هلو وري أدوات رسالة هي ويد ويدين يدك كاد معمول سين يمسير كودا تتكتان والد كستنا وحن ليه المهم مركو ويري هيدين تي صبر مركو وينادو وحطونا خبرته ما ادري انت طونها خبرته لكن وحن يجيكو وفرها بطن لك هنا ارتي القران كدمي اما دينته برني اذا ربس كنت بيستاغ يا مركو صدق القران كدمي العلم نور والجهل ظلام اي قران تحي وحل عليه وحل سينيا ما جرتو لكن كي سكن تري ها مر على عليه مركو كالينته كوبد دو مغال تبتن كو كلو غادا لا سينيا ان انت دهب لا سينيا جامعات بلاش لا سينيا دبدا لو ديريا ان يرون يجبيا والحق قول مني دي مسويقينا والأنه سياسيين مني دولت قارم ما غينو إد قارم ما غينو بس أنا قدمت هيدو واحد تحايون بلشيدو أو واحد أي دوني سيها الشح هورو مرتاح إنكو سو سارنا تات إنو إدنو دو غفانو ميلينا قارسية بريتا كمال من أنكو أي نوسوك حايا إنكو حساب تنو ور إدنو دو حيوكو أقوم بطن لسارا وچيل كسوك حايا بريكا مالينكو بدليا ور أنكو نقبوبينا برنا الرئيسان إن المشكلة بحنا بس في دي ودي ما جابوبي يعني صدق سنك بعد بلا طاون طانا أفرت سنك بعد بلا طاون طانا والله يقف كي تعوضه وحنا نكسي أوينا نكهر لينه ومستقبل وأنا لا مر خاطف لي طانا ما أنت ما لنا هين السلام عليكم.